بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى يلا يا شباب عن القولون. ده الجزء الثاني من محاضرة اللارج انتستين اللي هنتكلم فيه عن القولون. والقولون زي ما احنا عارفين كان عبارة عن ايه؟ بسم الله بسم الله. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما هو القولون؟ قول لي يا سيدي. اتفقنا ان اللارج انتستين تبدأ بايه؟ تبدأ بحاجة اسمها السيكم، ثم عندك القولون الطالع اسندنج، ثم ترانزفيرس، ثم ديسندنج، ثم الحرف الاس اللي هو مين؟ السيجمويد. فعندي القولون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ascending و transverse و descending و sigmoid. ده القولون. طيب احنا هنشرحهم بمبدأ ان شبه بعضه هنقارنه ببعضه. يعني هنشرح ايه؟ هنشرح الascending مع descending. فعايزك كده غاية تركز معايا وتصحصح. اول حاجة قلناها من حيث الطول، كنت قلت لك ان الاسندنج ده طوله قد ايه؟ 15 سنتي، بينما الديسندنج لا كان اطول شويه، طول كان قد ايه؟ هنزود 10 يبقى 25 سنتي. ده اول حاجه. طيب ما سألتش نفسك ليه ده أطول وده أقل؟ بص يا سيدي، دلوقتي أنت عندك ناحية اليمين هنا كده، وجيت تبص على الصورة دي بتلاقي إيه؟ بتلاقي إن الرايت كوليك فليكشر دي إيه اللي حصل لها؟ الرايت كوليك فليكشر دي في فوقيها الليفر، فالليفر ده هو اللي نزلها لتحت كده، هو اللي ضغط عليها ونزلها لتحت، بينما على الناحية التانية أصلاً الليفت كوليك فليكشر دي في حاجة ماسكاها من فوق، في ليجامنت كده مش عليها وماسكها، اسمه إيه؟ اسمه فرينيكو كوليك ليجامنت. عليك انت الكلام بتاع الليجامنت ده، الاجابه لا خلاص، ولكن ممكن يذكر في معادله الليفر، هي مذكوره فيها السنه اللي فاتت، اتذكر ان ايه؟ ان الليفر ده هو المسبب ان دي توطى شويه، اللي هي ليه؟ الرايت كوليك فليكشر. خلاص بس انت حاليا عرفت ايه؟ عرفت ان الليفر هو اللي موطيه ناحيه الرايت، بينما الليفت عاليه ليه؟ في ليجامنت ماسكها من فوق، الليجامنت ده ماسك في الدايفرام، فهنسميه ايه؟ فرينيكو. والحجاب والقولون اللي هنسميه كوليك، فرينيكو كوليك ليجامنت. حاجه صعبه دي والله ولا اي حاجه. يبقى الطول في الاسندنج ده 15 بينما الديسندنج 25. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الامتداد، انت كده كده عارف ايه؟ انت كده كده عارف ان الاسندنج كولون ده بيبدا كتكمله للسيكم ويمشي ازاي؟ هو اسمه اسندنج فيمشي لفوق. طيب بيمشي لفوق لحد فين؟ لحد ما ينتهي عند حته اسمها هنا كده الرايت كوليك فليكشر. حلو الكلام. طيب قلنا بيبدا منين؟ بيبدا من اخر السيكم. طب انت كنت قلت لي اصلا السيكم ده اخره فين؟ فاكر؟ افكرك بايه؟ افكرك ان احنا قلنا لما احنا دخلنا بالاليوم الى اللارج انتستين اتفقنا ان السيكم يبدا من عند الفالف وانت نازل. حلو، فمعنى كان ايه اللي يحصل؟ معنى كان الاسندنج كولون من عند الفالف وانت طالع. ما هو بالعقل بقى، ماشي يا معلم. الفالف اللي هو مين؟ اليو سيكال فالف او اليو سيكال جنكشن. ده بالنسبه للاسندنج كولون. صعبه دي والله ما صعبه. بدا منين؟ من عند الفالف اللي هو اليو سيكال جنكشن او اليو سيكال فالف، وكاسندنج كونتينيويشن بالنسبه للسيكم، راح لحد ما طلع بقى فين؟ طلع عند الرايت كوليك فليكشر وبقى ريليتد للرايت لوب اوف الليفر. هذا هو. صعبه والله ما صعبه. طب الناحيه الثانيه الديسندنج كولون بدا منين؟ بدا من عند الليفت كوليك فليكشر وبعد كده ايه؟ نزل. ما هو ديسندنج هيكمل كونتينيويشن نازل لتحت لحد فين؟ لحد ما ينتهي عند بدايه السيجمويد كولون. طب سين سؤال، بيبدا فين هذا السيجمويد كولون؟ السيجمويد كولون ده موجود في منطقه البلفس، ممكن حتى اسميه البلفيك كولون، فهو بينتهي عند حته اسمها البلفيك انلت. بص يا معلم كده معايا، في حته اسمها البلفيك انلت او البلفيك بريم. بص كده هي راحت فين؟ بسم الله اهي يا سيدي. الحته اللي هي البلفيك بريم الاحمر دي اللي هي دي كده، عند الحته دي كده بينتهي الديسندنج كولون. ماشي يا معلم كده. وعند نفس الحته بيبدا مين؟ بيبدا اسمه ايه ده؟ السيجمويد كولون. ماشي يا معلم كده؟ ماشي يا معلم. ده بالنسبه لاتجاهات كل واحد فيهم او ما نسميه بالكورس بتاعهم. نقرا الكلام اهو يا سيدي. عندك الاسندنج ده موجود في الرايت لمبر، كلام بديهي جدا اعتقد. يعني لو قسمنا هنلاقي عندك هنا كده السيكم في الرايت اليك، فوقيها هنا الرايت لمبر، الناحيه الثانيه عندك الليفت لمبر اهي، كلام برضو بديهي. خلاص فلو جيت تبص يا سيدي اهو يا سيدي، رايت لمبر بيبدا كابورد كونتينيويشن لمين؟ للسيكم، عند ليفل اوف مين؟ اليو سيكال فالف، يطلع لحد فين؟ تحت الليفر، فيكون الرايت كوليك فليكشر. طب الناحيه الثانيه بيبدا كداون وورد كونتينيويشن لمين؟ للليفت كوليك فليكشر. زي ما قلنا رايت كوليك فليكشر دي ريليتد للليفر، فالليفت الناحيه الثانيه بنسميها سبلينك لانها ريليتد للسبلين، وهذا هو السبلين. خلاص المفروض يبقى عندك ازاي؟ تبقى عندك كده ودي طلع لفوق كده اهي ونازله كده. خلاص فالليفت كوليك فليكشر دي بتبقى ريليتد لمين؟ للسبلين. ادي حاجه. تاني حاجه، انت عارف ان السندنج كولون ده بينزل يخش الحوض صح؟ يعني ايه الكلام ده؟ معنى كده ان هو مش هينحصر في منطقه اللمبر بس، امال هينزل لحد الاليك. امال الاسندنج ما نزلش ليه؟ لا، الاسندنج لو نزل بقى اسمه سيكم، لان عندك هنا كده ده اسمه السيكم. خلاص
من فوق هنا ده الاسندنج كولون، بينما الديسندنج لا هو اطول وبينزل لحد مدخل الحوض هنا كده خلاص. فهنا كده هو مين موجود؟ هنا كده الموجود السيجمويد خلاص. يبقى الديسندنج كولون بيشغل ايه؟ بيشغل الليفت لمبر مع الليفت الياك ريجن. صعبه دي؟ والله ما صعبه. مش صعبه ليه؟ لان هو الاطول هو اللي جاي من عند فوق هنا كده الافتكوريك فليكشر ونازل لحد مدخل الحوض. الحوض قلت لي الحوض اه ما خلاص، ما الحوض ده فين؟ الحوض ده في الياك ريجن بس يا معلم. ماشي الكلام كده؟ فيها اي حاجه صعبه ولا اي حاجه؟ بس اهو تكمله للليفت كوليك فيكشر بتاعت الاسبرين وينزل لحد البلفيك انلت لحد ما ينتهي بالايه؟ بالسيجمويد كولون. بينما ده كان بينتهي عند راي كوليك فيكشر، لو هيكمل بالعرض يبقى ايه؟ يبقى الترانسفيرس. صعبه دي؟ والله ما صعبه. طيب نكمل يا سيدي، نكمل. اتفقنا على حاجه ثانيه، اتفقنا على ايه؟ اتفقنا زي ما قلت لك ان الاسندنج والديسندنج كولون من ضمن الحاجات الايه بالنسبه للبرتونيوم. هل هي مغطاه البرتونيوم ولا اصلا غير مغطاه البرتونيوم ولا ريترو برتونيال؟ لا هتكون ريترو برتونيال، الحاجات دي متثبته في الظهر خلاص. فالبرتونيوم بيجي فوقيها يفرش فرشته ويغطيها ويكمل طريقه خلاص، بيفرش كده عليها. فلما يفرش عليها انت عارف طبعا، لو جيت تبص كده مثلا في الصوره دي، فمثلا القولون ده حته بارزه في البطن، فجنبه هنا فراغ وجنبه فراغ، فيصبح الشكل لو اخذنا كات سكشن هيبقى عامل كده اهو. ده كده القولون متغطي بالبرتونيوم وجنبه فراغ هنا اهو وجنبه فراغ هنا. بنسمي الفراغ ده كوليك جتر او بري كوليك جتر خلاص. فيبقى عندك كوليك جتر ناحيه الميديال وناحيه اللاترال، وعندك برده ناحيه يمين وناحيه شمال، سوري العكس، انا ناحيه يمين وانا ناحيه الشمال خلاص. فيبقى عند الاسندنج كولون ايه اللي جنبه وايه اللي مش ايه اللي جنبه؟ يعني عندك الميديال جتر واللاترال جتر ناحيه الرايت. طب والديسندنج نفس الكلام، بس هنخليها ليفت ليفت لاترال وليفت ميديال بس يا سيدي. فانا بقول لك البريتونيوم ده بيجي يغطيهم. ركز، البريتونيوم بيغطيهم مش بيغلفهم. ركز دلوقتي، في فرق بين يغطيه ويغلفه. لو البريتونيوم ده هيغلفه ساعتها يبقى اصبح عضو مغلف بالبريتونيوم، ممكن ان انا اخلعه واشيله بايدي بسهوله كده خلاص. انما بقول لك ان هو بيغطيه بيعدي عليه بس كده وينزف في البطن الخلفي، ده يبقى اسمه ساعتها ريترو بريتونيال، هو وراه فالبريتونيوم عدى عليه بس. مجرد ما البريتونيوم عدى عليه ده ادى تجون حاجه اسمها باراكوليك جتر، اللي هي ايه؟ فراغ جنبهم. فعندك واحد ميديال وواحد لاترال، واحنا ناحيه الرايت عشان ده السندنج كولون، فقلنا ناحيه الرايت. الناحيه الثانيه بغير اخليها ليفت بس، ونفس الكلام باراكوليك جتر. غطاه ازاي؟ غطى القولون من قدام ومن الجناب بس. فده ادى تكون ايه؟ الجتر دي والجتر دي، اسمهم ايه؟ باراكوليك جترز. هي عباره عن فراغات. ماشي كده؟ الصوره توضحهم فين؟ هذه الصوره. ماشي يا معلم كده؟ ماشي يا معلم. طيب نيجي على الريليشنز. في حاجه منهم انا قايلها في الجزء اللي فات، اتذكرها يا فتى؟ اذكرها طبعا، اللي هي ايه؟ قلت لك ان السيكم والاسندنج والديسندنج الثلاثه ايه الانتيريور ريليشن بتاعهم؟ ارجع على الصوره وبص وقول لي الصوره كانت فين. الصوره اهي، بسم الله بسم الله، الصوره اهي. ايه اللي مغطيهم؟ اول حاجه الستاره الصفراء دي اللي هي ايه؟ جريتر اومنتوم. تاني حاجه هذه الكوينز بتاعت مين؟ بتاعت السمول انتستين، مغطيه الكلام ده والكلام ده، الكلام ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسندنج وسيكم خلاص، وهنا ديسندنج. ماشي. اخر حاجه الجلد اللي مغطي المنطقه دي كلها اللي هو مين؟ اللي هو انتيريور ابدومينال وول. صعب الكلام ده؟ والله ما صعب. نفس الكلام اللي قلناه اهو في السيكم عدته لك تاني مع الاثنين قولون. تعال نبص كده على الكلام اهو يا سيدي، نفس الكلام بالظبط. حاجه صعبه؟ والله ولا اي حاجه يا عم. طيب ده بالنسبه للانتيريور ريليشن خلاص. طيب نتكلم بقى عن البوستيريور ريليشن، ودي اللي فيها كلام سيكا. بص يا سيدي، ادي الصوره اهي. لو انت جيت تبص فهنا ناحيه الرايت او الاسندنج بقى، وهنا ايه؟ الليفت. طيب ايه الحاجات اللي وراهم؟ مبدئيا احنا بناحيه الرايت هنا احنا بادئين منين؟ من هنا كده. ففي حاجات تحت انا ماليش دعوه بيها، الحاجات دي تخص السيكم مش تخص الاسندنج كولون. على الناحيه الثانيه الحاجات اللي كانت بتخص السيكم هنا هتخص الديسندنج هنا. ليه؟ لان الديسندنج ده بيكمل ويقابل السيكم، فالحاجات اللي كانت ورا السيكم هتبقى هي ورا الديسندنج. ده هيقول لي ايه؟ ده هيقول لي ان الريليشنز هنا هي الريليشنز هنا، باستثناء هنضيف هنا حاجه واحده بس. ماشي الكلام؟ طب تعالى نشوف فيه. بص يا سيدي، مبدئيا ده كده الاسندنج كولون اللي وراه. اول مصل المصل دي كده اللي هي الياكس مصل، ثم المصل اللي كانت مربعه دي كوادريتاس لامبورم، ثم مصل ماشيه بالعرض ترانسفيرسس ابدومينس مصل، ثم مين وراهم برضو؟ عندك المين اللور بول اوف مين؟ اوف الرايت كيدني. نروح الناحيه الثانيه هعيد نفس الكلام بالظبط.
بص وانت احكم بنفسك، مين يا معلم اللي ورا دي؟ الياكس. امال كانت مين دي؟ كوادريتاس لامبورم. امال مين دي؟ ترانزفيرس ابدومينس ماسل. امال مين ده؟ ده دي ليفت كيدني. نفس الكلام بيتعاد بالحرف والله. بس هنضيف حاجه، الراجل المحترم ده اللي هو الديسندنج نزل تحت شويه فجاب ريليشن من بتوع السيكم اللي وراه، من هي؟ السوس ميجور ماسل. فدي اللي هنضيفها، يعني الكومنت بتاعهم نفس الريليشنز بالظبط، ثلاثة ماسلز هم الياكس لامبورم ترانزفيرسس، الياكس لامبورم ترانزفيرسس، بس هنضيف هنا مين؟ السوس ميجور، وما تنساش الكيدني. خلاص وكده كده انت معاك ما ذكر من النيرفات اللي معديه في المنطقه دي. خلاص مين اللي جاب النيرفات في المنطقه دي؟ اهو يا سيدي ظهر لك هنا اللاترال كوتينوس نيرف اوف ذا ساي، اهو ظهر اهو يا معلم، هو ده فرليتد لمين؟ لهذا الايه بسم الله اسمه ايه ديسندنج كولون. تمام تمام ماشي يا معلم كده. طيب بالمناسبه عشان يعني ايه بقولنا كل حاجه، في عندك نيرفين برضو موجودين فوق، واحد اسمه اليو هايبوجاستريك والتاني اليو انجواينال. خلاص بص عايز تفتكرهم ان عندك المنطقه دي كده في البطن، لو جينا نقسمها يعني مثلا، فكان بيبقى عندك بص اهي يا سيدي البطن اهي، عندك هنا الهايبوجاستريك والانجواينال ده من اهو، مين اللي فوق؟ الهايبوجاستريك، تحته ايه؟ انجواينال. نفس الكلام اليو هايبوجاستريك فوق تحته اليو انجواينال. خلاص اتذكر عندك في ده دي ما اتذكرتش، ولكن المفروض برضو انك تعرفها. ماشي يا شباب ماشي يا شباب. لا باكد تاني النيرفات دي مهمه ليك انت كدكتور، خلاص بس ما اتذكرتش في الداتا، ولكن اتذكرت في الداتا السنين اللي فاتت. ماشي يا معلم، فانت عرفها لنفسك. خلاص ان انت كان عندك تحت هنا، فاكر تحت هنا عند السيكم ها لاترال كوتينوس وفيمورال، ومين ده؟ ها جينيتو فيمورال. طب الناحيه الثانيه مع عند السندنج بيظهر لك اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال، ومين ده؟ لاترال كوتينوس. طب الناحيه دي هم الاثنين بس، اليو هايبوجاستريك وتحته اليو انجوينال. دي كانت الريليشنز البوستيريور بتاعتهم. حسيت بحاجه ولا اي حاجه؟ نجمع سريعا هذه الريليشنز لاخر مره عشان مهمه جدا جدا جدا. يلا يا سيدي يلا يا سيدي، الفرق في ايه؟ هنا عندك 3 مصل زائد 2 نيرف، هنا عندك 4 مصل، حط واحد من كل واحد زائد ايه؟ 3 نيرف. طب ايه هم يا سيدي؟ الثلاثة مصل اللي عندك هنا، واحد الياكس، 2 المربعه دي مربعه يعني كوادريتس، خلاص اسمها كوادريتس لامبورم، ثم اللي جاب العرض دي ترانزفيرس ابدومينس ماسل. حلو الكلام حلو الكلام، وما انساش ان في عندي الرايت كيدني. خلاص كده تمام. طب النيرفات اللي فوق اليو هايبوجاستريك، تحته اليو انجواينال. حلو الكلام حلو الكلام. طيب الناحيه الثانيه يا سيدي باربعه، هنحط واحده بس، ايه هم؟ معلش الياكس لامبورم ترانزفيرس، وزود دي السوس ميجور، نزل قفشها من تحت. ماشي يا معلم كده ماشي يا معلم. طب بالنسبه للنيرفات بقوا ثلاثه، نفس كام اللي فوق؟ اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال، وهنضيف عليهم اللاترال كوتينوس برانش اوف ذا ساي. دي هي البوستيريور ريليشنز اوف القولون، مهمه جدا جدا جدا. ماشي يا معلم، الرسم معاك اهي، ذاكرها كويس. طيب سؤال امتحان من الاخر يعني، ماشي يعني ام سي كيو، في ام سي كيو غالبا جايه في الحتت دي بتاعت اللي هي البوستيريور ريليشنز اوف الاسندنج والديسندنج كله. حلو الكلام حلو الكلام. طيب البلاد سبلاي فين الرسمه بتاعتنا؟ اهي يا سيدي الرسمه بتاعتنا، رسمه ملخصه للبلاد سبلاي بطريقه تحفه جدا. بص يا سيدي زي ما قلنا، من هذا؟ الاورطه الكبير، خارج منه سوبيريور ميزنتريك ارتري. انا عايز اقارن مين حاليا؟ الاسندنج والديسندنج. خلاص طيب بص يا ريس، اللارج انتستين دي هنقسمها حلو من حيث الامبريولوجيكال، يعني فين؟ هنا كده، يبقى عندك رايت 2 ثيرد وليفت 1 ثيرد. خلاص بنقسمها ليه؟ لان دول امبريولوجيكالي مختلفين. انت عندك ورا هنا كده في الامبريو الميد جت، يعني ايه ميد جت ويعني ايه امبريو؟ هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله في الامبريولوجي. خلاص بس اعرفها حاليا كده كهنتايه. خلاص انما من اول هنا كده وانت ماشي ده الهايند جت، ده اخر حاجه خالص في الجنين. بص الجنين في بطن امه بنقسمه كده، خلاص اهو عندك هنا سوري، اول حاجه عندك الفور جت ميد جت هايند جت. خلاص الفور جت ده كان لحد الاستومك، الميد جت من بعد الاستومك لحد النقطه دي كده اهو رايت تو ثيرد، اما الهايند جت لا من هنا بقى لحد الاخر. ماشي يا معلم كده ماشي يا معلم. حلو حلو، بقول لك كده ليه؟ بقول لك لان بعد النقطه دي كده بيبدا البلاد سبلاي يختلف، كان اللي وراها كله جاي من ايه؟ من السوبيريور ميزنتريك ارتري، اما اللي بعدها كله جاي من ايه؟ من المعلم ده انفيريور ميزنتريك ارتري. ماشي يا معلم، يبقى الاسندنج كولون جاي منين؟ جاي من الرايت كوليك اللي جاي من السوبيريور ميزنتريك ارتري. بس الاجابه لا، امال ايه؟ فاكر اللي كان بيدي السيكم؟ هتقول لي انتيريور وبوستيريور سيكال برانش، ايه العلاقه؟ اقول لك جاي منين؟ اليو كوليك. برضه ايه العلاقه؟ هقول لك عدد صح صح، ده بيقول لك انا اسمي اليو كوليك، يعني ايه؟ انا رايح للقولون. صباحك فل، اهو اليو كوليك بعد برانشات اهي رايح للقولون. بس
معنى كده ان هذا الاسندنج كولون اخذ منين؟ من اتنين، الرايت كوليك ومين تاني اللي تحته؟ الاليو كوليك. على الجانب الاخر لو جيت تبص الانفيرو ميزنتريك اهو هيغذي الديسندنج كولون، بعت يا باشا برانشات اهي زي الفل من ليفت كوليك برانشز اهي، ليفت كوليك راح تغذي مين؟ الديسندنج، زائد دي كده سيجمويدال برانشز، في منها حبه بتغذي الديسندنج وحبه رايحه للريحاله اللي هو مين؟ السيجمويد. ماشي يا معلم؟ يبقى كل واحد فيهم واخد له اتنين. الرئيسي مين هو؟ الرئيسي هو رايت كوليك وليفت كوليك من السوبيريو ميزنتريك وانفيريو ميزنتريك. طب الفرعي الاليو كوليك ساعد هنا والسيجمويد ساعد هنا. صعبه دي؟ والله ما صعبه. خلاص فرق ان الاسندنج ده تبع السوبيريو ميزنتريك، اما الديسندنج ده الانفيريو ميزنتريك. ماشي يا ريسنا؟ ماشي يا ريسنا. طيب الليمف نودز اكبر واشهر ارتري، يبقى الاسندنج تبع مين؟ السوبيريور، اما الديسندنج تبع الانفيريو ميزنتريك. شكرا. نفس الكلام على النرفات، سيمباثيتك بلكسس تبع مين؟ اهو السوبيريو ميزنتريك، اما هنا الانفيريو ميزنتريك. طيب السوبيريو ميزنتريك دي لما تبعت سيمباثيتك بلكسس جنبها مين بره سيمباثيتك؟ الفيجاس، وهو هو اللي ادى مين بره سيمباثيتك برضو؟ السيكم. برافو عليك. بينما بقى الناحيه الثانيه الديسندنج بياخد من هذا المعلم. بص كده اهو يا سيدي، عندك هنا كده الايه بيلفيك سبلانكينك نيرفس، هي دي اللي بتروح تغذي بره سيمباثيتك لمين؟ للديسندنج كولون. ماشي يا معلم؟ ماشي يا معلم. هل في اي حاجه صعبه في الكلام ده ولا اي حاجه؟ الجدول ده مهم جدا جدا جدا، مقارنه بين الاسندنج كولون والديسندنج كولون. ماشي يا ريس؟ ماشي يا ريس. هعيد تاني لاخر مره الجدول ده سريعا كده عشان مهم جدا. ماشي، من حيث الطول اول حاجه قلنا ايه الطول؟ اول حاجه عندك 15 حط 10 بقى 25. بعد كده من حيث الامتداد قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه ان الاسندنج ده تكمله للسيكم من عند الاليوسيكال فالف ويطلع لحد الرايت كوليك فليكشر، بينما ده تكمله اصلا من الفليكشر وانت نازل لحد اول السيجمويد اللي هو عند ادخل الحوض البلفيك بريم. صعبه؟ والله ما صعبه. طيب ليه كان ده نازل لتحت وده طالع لفوق؟ ده منزله الرايت لوب اوف الليفر، ده شده لفوق مين؟ الفرينيكو كوليك ليجامنت. مش عليك في الداتا الفرينيكو كوليك ليجامنت ده، ما تذكرش في الداتا الفرينيكو كوليك ليجامنت، بس عرفه لنفسك. خلاص. طيب من حيث الانتيريور ريليشنز ايه الحاجات اللي قدامهم؟ ثابته معاهم السيكم اللي هي ايه؟ انتيريور ابدومينال وول زائد الجريتر اومنتوم زائد الكويلز اوف سمول انتستين. صعبه؟ والله ما صعبه. طب ايه الحاجات اللي وراهم؟ هو ناحيه الرايت بقوا ثلاثه، كانوا ثلاثه ماسل واثنين نرفات. طب ناحيه الليفت حط واحد واحد، يبقى اربعه ماسل وثلاث نرفات، اللي هم ايه؟ عندك اهو الياكس كوادريتس لامبورم ترانزفيرس ابدومينس. خلاص. الناحيه الثانيه الياكس نفس اللامبوره نفس ترانزفيرس، بس هنضيف ايه؟ ان ده طول شويه فلحق من تحت مين؟ اللي هي السوس ميجور. صعبه؟ والله ما صعبه. طب النرفات هنا نرفين اللي هم ايه؟ اليو هايبوجاستريك تحته اليو انجوينال. قلت لك افتكر ازاي ان هايبوجاستريك اللي فوق والانجوينال اللي تحت في رسمه تقسيمه البطن تبقى عامله ازاي؟ عامله كده، دي منطقه الهايبوجاستريك وهنا كده انجوينال ليجامنت، فالهايبوجاستريك دي فوق والانجوينال تحت، بصمجه في كده كده. خلاص. هي دي مش عارف بصمجها لك، ده اسامي نرفات موجوده في الحقيقه، فهي يعني ايه حقائق علميه صدقني فيها مش هكدب عليك، واخد بالك معايا؟ فبصمج مكانها احسن يعني. خلاص. طيب الناحيه الثانيه هنحط نرف معاهم اللي هو ايه؟ المعلم ده لاترال كوتينوس نرف اوف ذا ساي. صعبه؟ والله ما صعبه. من حيث الارتيريال سبلاي قلنا كان عندك هنا ايه؟ سوبيريور ميزنتريك، حلو، بيدي رايت كوليك وعندك اليو كوليك بيساعد. الناحيه الثانيه انفيريور ميزنتريك بيدي ليفت كوليك وعندك سيجمويد بيساعد. خلاص. البلكسس اوف نيرفس والليمف نودز سوبيريور وانفيريور حسب انت اسندنج ولا ديسندنج، هنا سوبيريور هنا انفيريور. اخر حاجه الباراسيمباثيك هنا فيجاس هنا سبلانكينك نيرف. خلاص. حاجه صعبه؟ والله ولا اي حاجه، كلام سهل، بعيده تاني وزي الفل. طيب خلصنا كده اسندنج وديسندنج، فاضل لك اثنين بالعرض ترانزفيرز وسيجمويد، والاثنين اسهل من بعض. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدا بالترانزفيرس، كان طوله قد ايه؟ 50 سم. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب اتفقنا ان ده اللي بيعبر البطن بالعرض. طيب قلت لك انا في محاضره الاستومك في تقسيمه البطن قلت لك ايه؟ قلت لك ان الليفر لما بينام على هذه الرايت كوليك فليكشر بينتج ممكن اسميها الرايت هايبوكوندريك فليكشر او هايبوكوندريك فليكشر. خلاص. ونفس الكلام من الناحيه الثانيه ليفت هايبوكوندريام. خلاص. فمنهم اصلا سمينا المنطقه، يبقى اذا هو منين لفين؟ هو من الرايت هايبوكوندريوم للليفت هايبوكوندريوم. السؤال بقى هنا، هل بيعدي في الايبيجاستريك بالعرض؟ الاجابه لا. امال بينزل تحت الامبريكال ريجون، واكتب جنبها مهمه جدا جدا هتلخبطك. هو بيعمل ايه؟ بيهانجز داونورد. حتى بص اهي بيهانج داونورد، يعني ايه؟ بيعمل كده اهو لتحت، بيسقط في الامبريكال. عندك التقسيمه اهي اهو، هو نزل في الامبريكال ريجون ما عداش في الايبيجاستريك فوق. خلاص. مهمه جدا. يبقى هو عبر
البطن بالعرض من اول الرايت هايبوكوندريوم للليفت هايبوكوندريوم مرورا بالامبرايكال مش الابيجاستريك، نزل لتحت هنا مش عدى من فوق. ماشي يا معلم؟ ماشي يا معلم. طيب بيبدا فين زي ما قلنا؟ في هذه الرايت كوليك فليكشر الملعونه، تحت مين؟ تحت الليفر، ثم يهانجس داون وورد عندي في امبرايكال ريجون، فبعد كده يروح لمين؟ يروح للليفت كوليك فليكشر تحت الاسبلين. بس يا باشا الحوار خلص. حلو. طيب وهو ماشي كده في النص مدلدل كده، احنا عايزين نمسكه بحاجه. طب هيمسكه بايه؟ هقول لك يا راجل مش فاكر. هتقول لي لا مش فاكر، ده تشتغلني. هقول لك لا افتكر، لما كنا نشرح الاستمك بيد فاكر، فكرك انا يا عم يا صعبه يعني. ادي يا معلم كانت ترانزفيرز كولون، ثم هقول انت بقى الترانزفيرز ميزوكولون اللي كان ماسك فوق في مين؟ البنكرياس. فمن البنكرياس بيخرج الترانزفيرز ميزوكولون ويمسك هذا المعلم اللي هو الترانزفيرز كولون. يبقى اذا ايه اللي عامل له سسبنشن او سسبند اللي ماسكه في مكانه اللي شده كده؟ هو مين؟ هو الميزوكولون بتاعه اللي هو مين؟ الترانزفيرز ميزوكولون. ماسك فين؟ في البنكرياس من قدام ونازل يعمل له سسبنشن يثبته في مكانه. صعبه؟ والله ما صعبه. بس دي معلومات الترانزفيرز ترانزفيرز كولون. حلو. اخر معلومه عنه او المقابله الاخيره يعني، عشان دي هنسيبها الاخر، اللي هي البيتونري ريشن الارتيريال سبلاي. بص يا معلم اتفقنا احنا نقسم ايه عند هنا كده، يبقى عندك رايت 2 ثيرد وليفت 1 ثيرد. خلاص الرايت 2 ثيرد بياخد منين؟ بياخد من عند السوبيريو ميزنتريك بالميدل كوليك ارتري. خلاص. بينما الناحيه الثانيه الليفت كوليك ارتري ده اللي جاي من الانفيريو ميزنتريك هو اللي بيغذي الليفت 1 ثيرد. صعبه؟ لا مش صعبه، بس في حته مش مذكوره في الداتا، بس انا ضفتها لك. السطر الازرق ده هو احنا قلنا ايه؟ قلنا انك عندك هنا ميدل كوليك هو اللي بيغذي دي كلها. هل الكلام صحيح؟ مش بالظبط، لان الرايت كوليك بعد برانش وغذى الرايت 1 ثيرد. هما عندك اتنين يعني اتنين رايت 2 ثيردز، ادي ثيرد وادي ثيرد. خلاص. الميدل كوليك شارك في الاتنين بس الرايت كوليك شارك في الرايت واحد كده، فاهم يعني ايه؟ هنكشف كده من الاخر يعني، فاهم؟ يعني ممكن اقول لك ان الرايت كوليك شارك في الترانسفيرز كولون. هي اتصغرت في ده عندك، ما اتصغرتش في الداتا. طب نعمل ايه؟ نسال حد من القسم اضمن. يا دكتور لو جت في الامتحان اكتب ان الترانسفيرز واخد ميدل مع رايت ولا ميدل بس؟ هقول لك هو، ولكن علميا والصحيح علميا انه واخد من الاثنين عادي. خلاص. بس احنا بنلتزم بالنص اللي عندك في المحاضره، ده اللي هيتصح على اساس الامتحان. صعب يا معلم ولا اي حاجه؟ طيب والليفت كوليك اللي جاي من الانفيرو بيغذي الليفت 1 ثيرد. طب الفينز نفس الكلام بالظبط، اللي هنجمع الميدل مع الرايت يخشوا على السوبر ميزنتريك فين يطلع على البورتال فين. نفس الكلام الناحيه الثانيه برضو هنجمع ونطلع على البورتال فين، ولا اي حاجه. كلام سهل اقسم بالله يا سيدي. صعبه؟ والله ما صعبه يا عم. طيب اخر حته بقى في الترانزفيرز كولون هي الترانزفيرز ميزو كولون، ودي مهمه جدا يعني. مش مهمه، بص هي مهمه بس هي فهمها يعني هو هيطول شويه. خلاص انا جايب يعني صفحه كامله رسومات عشان نفهمها. خلاص. بص يا سيدي مبدئيا، بس احنا قلنا الترانزفيرز ميزوكولون بيغطي الترانزفيرز كولون، صح؟ هل بيغطيه كله؟ مش فاهم. بص يا سيدي الترانزفيرز كولون ده مش كله متغطي بالبيرتونيوم، امال في حته كده او رايت 1 ثيرد في الجنب اللي متغطي بالليفر ده مش متغطي بالبيرتونيوم. علشان كده تلاحظ في الرسمه دي كده، انا جايبها عشان الحته دي ما اتذكرتش برده في الداتا، ولكن لابد انك تفهمها. خلاص. هي ما اتذكرتش بس انت عارفها لنفسك، ماشي؟ في حته من الترانزفيرز مش متغطيه بالبيروتونيوم اللي هي مين؟ الحته دي كده. حتى لو تلاحظ في كده غشاء ابيض مغطي المنطقه دي كلها كده، الا دي بص لونها يعني غامق عن دي. ليه؟ دي كده غامق، دي كده فاتح. فاتحه ليه؟ عشان متغطيه بغشاء ابيض بيروتونيوم. ماشي يا معلم؟ طيب بص بقى دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها الميزنتري بتاع الترانزفيرز كولون او الترانزفيرز ميزو كولون. بص يا سيدي الحوار كان في ان ايه؟ كان في ان عندنا الاستومك اهي ونازل منها الجريتر اومنتوم، والكلام احنا عارفينه. جه الجريتر اومنتوم هو نازل كده كان ايه؟ لف وراجع تاني، راجع يمسك فين؟ في الانتيريور بوردر او انتيريور سيرفيس اوف بنكرياس، او كان بوردر تقريبا. حلو. تعال نبص برضه في الصوره دي اهي اوضح شويه. ادي الجريتر اومنتوم نزل 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 رجع، وهو راجع لقى في وشه المعلم ده مين؟ الترانزفيرز كولون. زي الفل يا عم سهل. هيعمل ايه؟ بص بص هيعمل ايه اهو. راح جاي مغطيه كده ومغطيه كده ومكمل تاني طريقه، راح البنكرياس. عمل ايه؟ غلفه، عمل له انكلوزنج، غلفه. خلاص. ده مين؟ ده الجريتر اومنتوم. المنطقه بقى دي كده هناخدها ونكبرها ونشوفها في الرسمه تحت شويه دي، ماشي؟ اجيب بس اللون بتاعي. بسم الله اهو يا سيدي. يلا بينا يلا بينا. اهي الرسمه اللي هي الجزئيه دي كده شايفها اهي كده.
كبرناها هنا. يلا بينا يلا بينا. ده كده قطاع عرضي في البنكرياس. البنكرياس لما ياخده ان شاء الله هنعرف ان هو عنده 3 بوردر و3 سيرفس. البوردر ده منه هو اللي قدام فبنسميه الانتيريور بوردر. طيب الحوار كله كان يا باشا الجلتر اومنتم اهو، دول الفور لايرز اوف الجلتر اومنتم خلاص جايين زي ما هم عادي خالص. قبله في وشهم مين؟ هذا هو الترانزفيرز كولون. هيعمل له ايه؟ هيغلفه حلو ويكمله بقى ويمسكه في الاخر في البنكرياس، فيصبح لي النتيجه او المحصله النهائيه ان انا عندي 3 طبقات ماسكين في البنكرياس. الطبقه اللي فوق خالص دي هي انتيريور لاير، الطبقه دي بوستيريور لاير، اللي بينهم دي ميدل لاير خلاص. طيب جيت ابص اول حاجه على الميدل لاير اللي هي الحته اللي هي دي مع دي، انا عمالك فوق اهي الميدل لاير دي مع دي اللي هي يا عم اوعى الغي الكلام كله اهو يا عم. الميدل لاير دي شايفها ماسكه فين؟ في الانتيريور بوردر اوف بنكرياس. هذه النقطه صعبه؟ لا مش صعبه. طيب امال الانتيريور والبوستيريور لاير ماسكين فين؟ في الانتيريور والانفيريور سيرفيس بتوع البنكرياس. معلش كده تاني، ده كده انتيريور سيرفيس اوف بنكرياس وده بوستيريور سيرفيس، والحمره دي هي اللاير والزرقاء دي هي اللاير، دي انتيريور ودي بوستيريور. بالمناسبه هنا بوستيريور لاير وده اسمه انفيريور سيرفيس، فرق اللاير هي اللي بوستيريور، اما السيرفيس بتاع البنكرياس هو اللي ايه واحد بينهج هو اللي ايه هو اللي هو كان ايه كان انفيريور ماشي يا معلم كده ماشي يا معلم. يبقى عندك دي كده هي مين؟ دي كده هي الميدل لاير ماسكه فين؟ انتيريور بوردر. اما الانتيريور البوستيريور لاير ماسكين في الانتيريور اللي هو ده والانفيريور سيرفيس اوف البنكرياس، وفرق ان اللي ماسك في البوردر هو الميدل، اما في السيرفيس هي مين؟ اللي هي اللي هم اللي فوق في الاطراف يعني مش الميدل، ما دي الميدل صح ماسكه في البوردر. اللي في السيرفيس مين يا معلم بقى عشان نخلص من النقطه دي؟ الانتيريور والبوستيريور لايرز. صعبه؟ لا مش صعبه. عملتها لك ليه؟ عشان تيجي تبص في الرسمه دي كده مش هتفهم منها حاجه من الاخر. ما انا كنت قدك في بدرس جي اي تي كانت دي بتقعد نفس الرسمه دي مش فاهم فيها حاجه خالص، سبتها يعني ما سبتهاش اصلا خلاص. بس ربنا انا معايا الحمد لله فهمها مؤخرا ففهمتها لك يعني. ماشي يا ريسنا ماشي يا ريسنا. بس فدلوقتي لما جه الجيتر اومنتوم غلف هذا الجزء فعمل لي بوردر اهو ماسك الترانزفيرز كولون وبوردر تاني ماسك في البنكرياس، قال لك خلاص اللي ماسك في البنكرياس ده متثبت في البنكرياس. هنعرف باذن الله كمان في محاضره البنكرياس ان البنكرياس من الاعضاء الريتروبريتونيال، يعني ايه متثبت في الظهر خلاص. فالبوردر اللي يمسك فيه اكيد متثبت فده فيكسد بوردر خلاص، بينما البوردر اللي ماسك الترانزفيرز كولون لا بيلعب بيتحرك بيرقص. عشان كده قلت لك ان الترانزفيرز كولون هو من ضمن الحاجات اللي مغطيها البريتونيوم وتتحرك عادي. صعبه؟ لا مش صعبه. نبص على الكلام اهو يا سيدي، فعندك الفري بوردر ماسك في القولون ترانسفيرز كولون، بينما الفيكسد بوردر قال لك ان الحته الحمراء اللي هي الميدل لاير اللي جوه دي يعني خلاص ماسكه فين؟ في الانتيريور بوردر، بينما اللاير اللي فوق اللي هي الانتيريور واللي تحت اللي هي البوستيريور اهو الانتيريور والبوستيريور ماسكين في الانتيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس بتوع البنكرياس اللي هم السهم الاصفر. انت لما تيجي تبص على الصوره كده تكره حياتك خلاص. انا الحمد لله يعني ربنا الهمني عملت لك الصوره دي. اعتقد اسهل شويه اهي اللي فوق دي خلاص، وعندك برضو الصوره دي اوضح برضو الى حد من الصوره اللي تحت خلاص. بس يا سيدي بيقول لك اهو الترانزفيرز ميزو كولون، عارفين ان هو الميزنت بتاع ترانزفيرز كولون عادي خالص، بيمسك الكولون ده وماسك في الانتيريور بوردر اوف بنكرياس، الكلام كله عارفينه وسهل خلاص. بالمناسبه البنكرياس هو قاعد في البطن كده بيبقى قاعد عامل كده، اللي متصدر لنا منه انتيريور بوردر مش سيرفيس خلاص، ركز في دي. انت ممكن تقول لك انتيرو سيرفيس، لا هو بوردر مش سيرفيس، ان البنكرياس قاعد كده في البطن خلاص. فاللي متصدر لو كان قاعد كده اهو لو كان قاعد كده مثلا فاللي متصدر منه انتيرو سيرفيس اهو مش بوردر، بس هو قاعد ازاي؟ قاعد كده. فاللي متصدر منه ايه؟ انتيرو بوردر مش سيرفيس. صعبه؟ لا مش صعبه الحمد لله. كده خلصنا ترانسفيرز كولون. اخر حاجه في القولون معانا بقى هو السيجمويد كولون، قولون حرف الاس اهو يا سيدي. بص بقى بنسميه بلف كولون او اس، هو اس شيبد كولون خلاص عشان كده هو سيجمويد. ماشي الكلام، هو هنا اهو حلو احنا في الصوره دي ماشي. الديسندنج نزل وبقى اسمه ايه؟ سيجمويد. فالسيجمويد تكمله لايه؟ للديسندنج كولون عادي خالص. طيب كان بينتهي فين الديسندنج كولون؟ عند مدخل الحوض اللي هي الحمراء دي اللي اسمها بلفيك بريم. فمن بعد البلفيك بريم وانت نازل في الحوض بقى كده ده بنسميه بيت البلفس او بنسميه بلفس وول. فهو بيكمل من عند اللي يعني بينزل على ليفت سايد اوف بلفيك بريم دي او الانلت او اللي هي دي يعني من الاخر، بينزل من عندها كده
وبينزل على الليفت وول برضه، فنفس الكلام تقريبا. خلاص يعني يعرف ان هو بص شايف دي كده عند الانلت دي او المدخل ده، هو كامل منها على تحت وكده كده، هو ماسك شماله ان هو ناحيه شمال خلاص. فهو بيقول لك ان هو نازل على ناحيه الشمال من المدخل ده حلو، وبعد المدخل كمل تحت جوه على الوول برضه نفس زي ما هو شمال، فاهمني؟ مكمل جوه. صعبه؟ لا مش صعبه. ماشي يا معلم، توضح اكتر في هذه الصوره. البريم تقريبا على الليفل ده كده مثلا، البلفيك بريم تقريبا على الليفل ده خلاص. فهو كان نازل حتى على الليفت، بعد البريم كمل كمان وبقى ايه ليفت برضه زي ما هو. ماشي يا معلم. ماشي. بالمناسبه مدخل حوض بلفيك انلت او بلفيك بريم، صعبه؟ لا مش صعبه. ده مبدئيا وصفه هو بلفيك كولون خلاص، او سيجمويد كولون شكل حرف الاس، موجود في حته اسمها الليسر بلفيس. او صحيح ما قلتلكش دي، بص في نفس الصوره ايه خلاص. بص يا سيدي، الحوض من خارجيا كده بالعين كده ده الجريتر بلفيس، هو الجزء الاكبر، فده فولس بلفيس. الحوض بقى اللي بجد هو الزنقه، العين اللي جوه دي زنقه، هتلاقي استراكشرز مزنوقه جوه بقى، بالذات لو في ميل رحم بقى ومثانه وليله كبيره جوه خلاص، فبتكون زحمه قوي، فبنسميه ترو بلفيس. ليه؟ زحمه، حوض زحمه معروفه. انما اللي فوق ده الاكبر، فهو جريتر بس مش زحمه، فهنسميه فولس بلفيس. طب هل بقى السجمويد كولون ده هنا كده؟ الاجابه لا، هو اصلا بيبدا عند الانلت وبيكمل على جوه، بيبدا عند الانلت ويكمل على جوه، اللي هو مين؟ اللي هو الليسر او الترو بلفيس. خلاص يبقى هو موجود في الليسر او الترو بلفيس، مش في الجريتر ولا حتى الفولس. فهمناها كده يا معلم؟ فهمناها. طيب بدا منين؟ قلنا بدا من نهايه الديسندنج، اللي هو فين يعني؟ اللي هو عند البلفيك بريم، مدخل الحوض. خلاص بينتهي فين؟ اكيد عند بدايه الجزء اللي بعده اللي هو الريكتم. حلو، سؤال بقى هنا، بيبدا فين الريكتم؟ والله بيبدا عند، انت عندك هنا كده السكرم العجز، اللي هي الفرات العجزيه. حلو، بنقولها ان هي مش فيرتبري، مش زي مثلا القطنيه الظهريه، دول عشان فقرات ممكن اشيلها فقره فقره فسميتها ان هي فيرتبري، انما دي قطعه على بعضها. فاقول لك ان هي مش ليها فقرات بقى، ليها سيجمنت. يبقى هي عباره عن عجزيه عباره عن خمسه. حلو، عندك 1 2 3 4 5 اسمهم ايه؟ سيجمنت مش فيرتبري. فعند الثالثه بقى السرد سيجمنت وفي السكرم دي اللي بينتهي عندها هنا السيجمويد، ويبدا عندها مين؟ الريكتوم. خلاص يبقى نهايته فين؟ نهايته عند السرد سكرال سيجمنت، ويصبح هناك ايه؟ الريكتوم. كلام عادي وكلام سهل. بدا يا باشا فين؟ مدخل الحوض. انتهى فين؟ سرد سكرال، عادي خالص. طيب بالنسبه للريليشن بيختلف من الميل للفيميل في الحاجات اللي قدامه. بمعنى دي كده مثلا صوره لفيميل، خلاص ماشي الكلام كده، ماشي الكلام ده كده هو السيجمويد كولون. الحاجات اللي قدامه، والله الحاجات، لا معلش سوري استنى كده اهو، اللي قدامه الحته دي كده هنا، انما ده كده اللي فوقيه خلاص. اللي فوقيه مين؟ كويلز اوف الاليوم خلاص. طب مين اللي وراه؟ ريكتم، وراه مين؟ العظمه دي اللي هي ايه؟ العجز السكرم. ماشي يا معلم. ماشي، الحاجات بقى اللي قدامه ركز. طب معلش هجمع الحاجات اللي فوقيه واللي وراه في الذكر برضو، ركز معايا دلوقتي، ركز ها، اوعى تسرح مني الله يسترك. نفس الكلام، ادي السجمويد اهو، اتقل بقى عشان نجيب القلم. ادي السجمويد اهو، ايه اللي فوقيه؟ كويلز اوف اليوم، عادي خالص. ايه اللي وراه؟ ريكتم، وراه مين؟ العجز اللي هو ايه؟ اللي هو السكرم. صعبه؟ لا مش صعبه. ايه بقى اللي قدامهم؟ اللي قدامه في الفيميل هو الرحم، بس الرحم من ورا، فاقول لك ايه؟ البوستيريور سيرفيس اوف اليوترس اللي هو الرحم، عادي خالص. ومعاك مين؟ معاك الفاجينا كده من فوق، المهبل من فوق خالص. ماشي الكلام كده؟ بنلحقه برضو هنا عند ليه؟ عند السيجمويد. طب في الميل كلمه ورد خطاها، قدامه ايه؟ مثانه، شكرا، بلادر. بس يا سيدي دي الريليشنز. يبقى ايه اللي ثابت؟ اللي فوق واللي ورا. حلو؟ اهو. اللي فوق مين يا معلم؟ سوبيريور الكويلز اوف التيرمينال اليوم، عادي خالص. طيب امال ايه الحاجات اللي كانت ورا؟ الريكتم والسكرم. امال ايه اللي قدام؟ يختلف، لو ميل كلمه واحده بلادر مثانه. طب لو في ميل؟ لا، اليوترس من ورا ومعاك الفاجينا من فوق، ابر بارت اوف ايه؟ فاجينا. اخر حاجه معانا البلاد سبلاي اوف السجمويد، وانت اعتقد عارف في الرسمه دي حاليا اكتر من اسمك. خلاص ادي يا باشا، هذا هو الاورطه، وده انفيريوم سنتريك، وده سجمويد برانشز، وهي غزه السجمويد. طب الفينز؟ ارجع بالعكس، ما خلاص بقى عرفناه، سجمويد فينز تجمع في الانفيريوم سنتريك. بالمناسبه صحيح احنا ما تعرفهاش، الانفيريوم سنتريك ما بيجمعش مع السوبيريوم سنتريك. لو فاكر في محاضره الاستومك كنت ظهرت لك الرسمه دي، كان عندك سبلينك فين كان بيجي له من تحت انفيريور ميزنتريك فين، خلاص عشان يقابلوا السوبيريور ميزنتريك، هما الاثنين كده يعني. بص سبلينك، ادي سبلينك اهو، وادي انفيريور ميزنتريك اهو، يا عم سبلينك فين انفيريور ميزنتريك فين، خلاص
اتحدوا مع بعض وقابلوا السوبيريور والميزنتريك فين عشان كله في الاخر يديني مين؟ البورتال فين. فهمناها؟ ده مسار الفينز. صعبه؟ لا مش صعبه الحمد لله. كده الحمد لله خلصنا الكولونز او الكولون كله عموما يعني خلاص بالاسندنج بالديسندنج بالترانسفيرز بالسيجمويد. يتبقى لك معايا اخر جزء في المحاضره وهو الريكتم وهنا الكنال، والحمد لله ده اسهل جزء في المحاضره يعني ومش كتير ان شاء الله. ماشي يا معلم؟ والى هنا شكرا جزيلا ليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وانتظر الجزء الثالث. شكرا جدا، سلام عليكم.